من أرض الحرمين الشريفين، هذه المودة والمحبة أدامها الله على دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث يصل في هذه الأثناء الشيخ تميم ابن حمد آل ثاني محتضنا أخاه صاحب السمو الملكي الأمير محمد ابن سلمان ابن عبد العزيز. هذه الابتسامة وهذه الأحضان التي انتظرناها طويلا أيها السيدات والسادة، لا شك أنها بعثت السعادة في قلب كل خليجي محب لشعوب الخليج، بدءا من عمان وحتى آخر أرض في المملكة العربية السعودية، مرورا بكافة الدول. هذا الحديث وتبادل الحديث الذي ينم دون أدنى شك عن هذا التقارب وهذه المحبة ونجاح كل النجاح للوساطة الكويتية، رحمك الله يا صباح الخير. ونحن نشاهد هذه اللقطة التي أفرحتنا جميعا على شاشة تلفزيون دولة الكويت، لنستذكر جهودك التي تماسكت وأمسكت بزمام الأمور في ذلك الوقت، لنشاهد اليوم تبعات وآثار كل تلك الجهود الدبلوماسية والمحبة والتقارب التي عكستها منذ أكثر من 3 سنوات، ونحن نفتقدك اليوم دون أدنى شك. وعزاؤنا الوحيد هو وجود الشيخ نواف الأحمد أخيك السائر على نهجك.